مساء الخير مشاهدينا، وأهلا بكم في نشرة الثالثة عبر قناة ليبيا لكل الأحرار. وفي عناوينها: 3 سنوات على إطلاق عملية الكرامة في بنغازي، سقوط مئات القتلى والجرحى وتهجير آلاف العائلات ودمار البنية التحتية، والمعارك مستمرة. المجلس الأعلى للدولة يتبنى مشروع عودة النازحين والمهجرين داخل وخارج ليبيا ويدعم عودة نازحي تاورغا، واليونيسيف تتعهد بصيانة عدد من مدارس تاورغا والكراريم وطمينة. لجنة الحج تنهي اعتماد نتائج القرعة اليوم الثلاثاء، وحكومة الوفاق تتكفل بدفع 50% من مصاريف الحج لهذا العام. تمر اليوم الذكرى 3 لإطلاق عملية الكرامة في مدينة بنغازي، حيث انتقلت المعارك من خارج المدينة إلى داخلها مخلفة خسائر كبيرة. وعاشت بنغازي خلال 3 سنوات تحت وقع القصف بكافة الأسلحة الثقيلة والطائرات، وشهدت مناطق سيدي فرج وبنينة وقنفودة والجوارشة أعنف المواجهات بين قوات حفتر من جهة وكتائب الثوار وأنصار الشريعة في المدينة من جهة أخرى، أدت إلى نزوح وتهجير آلاف العائلات، ناهيك عن قتل المواجهات من كلا الطرفين. ومع دخول عملية الكرامة عامها الرابع، تبقى المعارك مستمرة في أحياء وسط البلاد والصابري، وتستمر معها معاناة سكان المدينة. في درنا، دعا مجلس حكماء وأعيان القبائل أعيان وعمد المناطق المجاورة للمدينة إلى أن يكونوا سندا وعونا للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية لدفع البلاء ونبذ الفرقة واجتثاث الفتنة ورأب الصدع وإعادة جسور المحبة. وثمن مجلس الحكماء في بيان له دور المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية خلال زيارته يوم الأحد الماضي إلى درنا، والتي تم خلالها عقد عدد من الاجتماعات مع عدة مكونات سياسية واجتماعية وعسكرية، فضلا عن الاطلاع على أوضاع درنا وبحث مشروع للمصالحة الوطنية. هذا وقد اجتمع وفد من قبيلة أشلاوية مع عدد من قيادات عملية الكرامة في مدينة البيضاء عقب حادثة اختطاف الحاكم العسكري لمدينة درنا حمد الشلوي، والذي اختطف يوم الأربعاء الماضي من قبل مجموعة مسلحة. وبحسب مصدر مطلع، فقد طالب وفد القبيلة بفتح تحقيق في ملف الاعتداء على الحاكم العسكري وكشف الجهات المتورطة في عملية الاختطاف، وخلص الاجتماع إلى وعود بالكشف عن الجهة المسؤولة عن عملية الاختطاف. يشار إلى أن مجموعة مسلحة قامت نهاية الأسبوع الماضي باختطاف الحاكم العسكري درنا حمد الشلوي المكلف من قبل عملية الكرامة رفقة أحد موظفيه بمقر البلدية، قبل أن يفرج عنهم بعد تدخل قيادات عسكرية عليا بعملية الكرامة. ونعود إلى بنغازي، حيث تمر اليوم الذكرى 3 لإطلاق عملية الكرامة في المدينة، انتقلت المعارك من خارجها إلى داخلها مخلفة خسائر كبيرة. في صبيحة 16 من شهر مايو عام 2014، استيقظ أهالي بنغازي على وقع دوي انفجارات تهز أرجاء المدينة. كانت الطائرات الحربية تحلق بشكل مكثف، وبدأت الأنباء تتوارد عن بدء عملية عسكرية موسعة كان قد أطلقها اللواء المتقاعد يومها خليفة حفتر بحجة محاربة الإرهابيين وطلبا لدولة القانون والعدل. الإرهابيون المستهدفون يومها كانوا هم كتائب الثوار المنتشرين داخل بنغازي، كدرعي ليبيا 1 و2 وكتيبة 17 من فبراير ورف الله السحاتي، فضلا عن كتيبة أنصار الشريعة وكتيبة عمر المختار وغيرها من التشكيلات المسلحة الأخرى. حرب لم يدر في خلد أي من سكان بنغازي بأنها ستبقى مفتوحة 3 سنوات، تماما كما هو عداد الموت الذي لم يتوقف بعد، فضلا عن تكاليف النزوح الباهظة التي دفعها البنغازيون بيوتا وأملاكا أضحت بقايا حجارة اليوم. توسعت العملية وسيطرت قوات حفتر على معظم أجزاء بنغازي فيما عدا منطقتي وسط البلاد والصابري التي ما يزال يتحصن فيها مقاتلو مجلس شورى ثوار بنغازي.
ومع اشتداد المعارك أعلن بعض العناصر التابعين لما يعرف بتنظيم الدولة عن وجودهم داخل المدينة وقيامهم بتنفيذ عمليات عسكرية استهدفت قوات حفتر قبل أن يعلنوا انسحابهم من كامل ربوع بنغازي إلى مناطق أخرى من البلاد. انسحاب أثار الكثير من علامات الاستفهام حول قدرة التنظيم على التحرك من منطقة محاصرة من الصابر وجنفودة إلى غرب المدينة دون أن تتم مواجهته، في وقت تفشل الجهود الأممية والمحلية والقبلية في توفير ممرات آمنة للعائلات العالقة بمنطقة جنفودة. 3 سنوات وأصوات المعارك هي الأعلى صخباً في مدينة الملح، فالقذائف الصاروخية ومدافع الدبابات وهجير الطائرات صمت كل الآذان عن الاستماع لصوت المصالحة والسلم، وأضحى القتل سمة بارزة لا يسأل القاتل عليه ولا المقتول فيما قتل. 3 سنوات جرى خلالها تسجيل عشرات الانتهاكات من قبل قوات حفتر في حق أناس عزل، وما حوادث نبش القبور والتنكيل بجثث القتلى وإعدام المحتجزين في محاكمات علنية أشبه بعمليات ما يعرف بتنظيم الدولة إلا ضريبة معركة دخلت عامها الرابع كان شعارها الأساس محاربة الإرهاب وممارساته. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس رئيس لجنة أزمة بنغازي تميم الغرياني. سيد تميم مساء الخير، أهلا بك في نشرة الثالثة. كيف أثرت السنوات الثلاث من المعارك في بنغازي على السكان؟ متى بدأ الأهالي في الفرار من الحرب؟ كيف كان معدل النزوح؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر قناة الأحرار على تواصلها مع لجنة الأزمة ومهجري مدينة بنغازي. صراحة يوم 15/10 كان يوم مشهود في مدينة بنغازي، حدث غريب طال أهالينا في مدينة بنغازي من مشايخ، من أهل العلم، من أهل الدين، من عائلات شريفة كريمة في مدينة بنغازي طال الأذى. انتهكت حرمات بيوت الأهالي، تم قتل العديد بدون أي جريمة وبدون أي تهمة، لم يفرقوا بين طفل رضيع ولا شيخ مسن أو مرأة. مجموعة غوغائية من الصحوات المجرمين استغلوهم ماديا بالمال، وابلغوهم أن هؤلاء لا يريدوا قيام دولة ولا يريدوا قيام، وهذا العكس، كلهم كانوا مع قيام دولة مؤسسات، مع قيام دولة قانون، مع قيام شرطة وجيش، مع قيام جيش أساسه ولاء لله ثم للوطن. كنا معظم مهجري مدينة بنغازي شاركوا في ثورة 17 فبراير، في من شارك بالإغاثة، في من شارك بالدعوة والدعاء والتواصل من المشايخ مع شباب الثوار، في من شارك من الثوار في إسقاط حكم طاغي جثم على قلوبنا أكثر من 42 سنة. كلنا كثوار مدينة بنغازي وأشرفاء ومشايخ كلهم كانوا سبب في قيام ثورة 17 فبراير. يا أختي، معظم أهالي ضحايا مسلم الآن مهجرون خارج مدينة طرابلس، تهمتهم أنهم مسجناء خارج مدينة بنغازي. أي شخص من شهداء مسلم أو من أهاليهم يتواصل الآن في بنغازي يقتل. يعني في شخص من سجناء مسلم زارنا هنا، جار أهله في مدينة طرابلس ثم رجع لبنغازي، بعد رجوعه مباشرة تم تصفيته ورميه في النفايات. معظم من قتل ورمي في النفايات هم من أهل الدين ومن أهل الصلاح للأسف. يوم 15/10 يوم لا ينسى، يوم 15/10 للأسف تم مباركته من المجلس الرئاسي من السيد السراج يوم 15/10، وشارك فيه وزير الدفاع الحالي صراحة وعلانية، وقال أنا من جمعت الشباب المناطق وأنا من أدخلت فرج برعسي الذي قال أن حرق بيوت واجب للمصالح الاجتماعية، وهذا غريب. يعني قال كلام غريب جدا جدا. اليوم قال أنا من أدخلت فرج قعيم، فرج قعيم هي الأوضاع بالنسبة للناس الذين يريدون العودة.
والله العودة حاليا صعبة، لأن هناك آلة قمع تطال الأهالي الحالية الموجودين في مدينة بنغازي، فما بالك بالمستهدفين؟ القمع طال معظم مدينة بنغازي، يعني الناس خائفة حتى على التصريح، حتى في صفحات الفيس، يعني حتى الإعجاب في صفحة البيس قد يطال عليه الأذى. الناس تخاف أحيانا من الذهاب إلى مساجد. تخيل إن وصلت لهذه المرحلة. هناك من إذا لم يذهب المسجد يقال له: لماذا لم تأتي المسجد وأنت كنت من رواد المساجد؟ وإذا ذهب المسجد لماذا لا تدعي على الشباب وتدعي للكرامة وترفع يديك؟ فيما يخص معاناة الأهالي، والله نحن نحاول أن نخفف عن أهالينا المهجرين بالتواصل معهم، بتوفير بقدر الإمكان العلاج. طبعا بالنسبة للدولة لا حياة لمن تنادي، عندنا مشاكل لا حصر لها، مشاكل ليس في استطاعة لجنة الأزمة أن تحل هذه المشاكل، مشاكل كبيرة جدا. لدينا أكثر من 2000 شخص موقوف مرتباتهم من 2014، والمجلس الرئاسي لا حياة لمن تنادي، وعود وكلام فاضي. فور دخول المجلس الرئاسي إلى الآن لم يصرف درهم واحد للمهجرين. هناك لجنة اسمها لجنة دعم الثوار، أساسها من أهل الخير، دعمها من أهل الخير، هي من قائمة صراحة بصرف الإيجارات لشريحة كبيرة من المهاجرين، وليس المجمل، وليس الكل، شريحة. إذا توقفت هذه اللجنة عن دفع الإيجارات ستحصل مأساة كبرى لمهجري مدينة بنغازي في المنطقة الغربية. لا يوجد دعم من الدولة، لا يوجد حتى تسهيل إجراءات من الدولة، إيقاف مرتبات لمجموعة كبيرة. الناس وضعها صعب جدا. هناك من حرق كل رزق. نعم، وضحت الفكرة سيد تميم رئيس لجنة الأزمة من حرق بنغازي. كل رزق. شكرا جزيلا لك، أعذرني على المقاطعة. معنا الآن عبر الهاتف من بنغازي أيضا الناشط السياسي خالد السكران. سيد خالد، مساء الخير، أهلا بك معنا في نشرة الثالثة. كيف ينظر أهل بنغازي اليوم عملية الكرامة بعد 3 سنوات من انطلاقها؟ الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله كل سنة طيبين بمناسبة ختم شهر رمضان المبارك، وفي نفس الوقت نرحم على كل شهداء ليبيا من الجيش الليبي سواء في معركة كرامة أو كل من حارب الإرهاب في ليبيا سواء في بنيان المرصوص أو في أي معارك ضد الإرهاب. أنا كنت أتمنى من ابن بنغازي وصديقي السيد تميم غرياني أن نلتقي وأن نتحاور داخل مدينتنا اللي عشنا فيها مع بعضنا. أنتوا في بداية الحلقة كنتوا تتكلموا وتقولوا حجة مطاردة الإرهابيين. مطاردة الإرهابيين من بداية معركة الكرامة لم تكن حجة. سيد تميم وكل من كان يعيش داخل بنغازي وكل من يعيش في هذه الكرة الأرضية كان يعلم ماذا يحدث من بنغازي. كانت الاغتيالات تصل إلى 15 اغتيال في بنغازي في اليوم. لا أحد يتكلم لماذا جاءت معركة الكرامة. معركة الكرامة لماذا لم تبدأ في مصراتة أو في سرت أو في ورشفانة أو في سبها أو في طبرق؟ أخبرنا سيد خالد، لماذا بدأت؟ ما الذي سبقها وما الذي أدى إلى أن تبدأ عملية الكرامة؟ عملية الكرامة بنغازي كانت كل يوم نستيقظ وننام على اغتيالات، وصلت حتى للأطفال الصغار. كيف تفيد من عبد ناشط أعمال إنسانية داخل بنغازي تم اغتياله رمي بالرصاص، أكثر من 600 عملية اغتيال ضباط الجيش، اغتيالات كانت تتم بطريقة جهوية وطريقة قبلية لتيارات معينة وكانت تبتعد عن أي تيار آخر. من كان يسيطر على بنغازي في ذلك الوقت من الدروع ومن الكتائب قامت بهدم مراكز الشرطة، قامت بهدم مديرية الأمن، لم تجعل للمواطن حتى مركز شرطة يذهب لتقديم شكوى فيه عن سرقة أو عن اعتداء أو غيره. كانت عملية ممنهجة لإسقاط هيمنة الدولة بالكامل في بنغازي. ما الذي يأمله الناس اليوم سيد خالد في بنغازي بعد 3 سنوات؟ وهذا ما جعل من أهل بنغازي أن يذهبوا إلى بيت السيد خليفة حفتر في ذلك الوقت وطلب منا النزول ومحاربة الإرهاب داخل بنغازي. أنا أتمنى كل من ليس لديه أي يدين ملطخة بالدم أن يرجع إلى مدينة بنغازي. بنغازي مفتوحة للجميع. هناك تجاوزات
الآن أقل مدينة في ليبيا فيها تجاوزات خارج القانون هي بنغازي. نعم. تجاوزات موجودة في. أريد أن أسألك ما الذي يأمله الناس الآن في بنغازي بعد 3 سنوات من عملية الكرامة؟ نعم. ما الذي يأمله الناس اليوم في بنغازي بعد 3 سنوات من المعارك؟ الثمن لا نستطيع أن ننكر أن ثمن محاربة الإرهاب ثمن كبير جدا دفع ثمنه كل أبناء بنغازي. سقط آلاف الشهداء مبذورين الأطرف النازحين، ولكن اليوم ليبيا تستيقظ وتعيش من جديد من بنغازي. من سيقوم بإرجاع ليبيا إلى حياتها هي مدينة بنغازي. هل توقفت الاغتيالات والانفلات الأمني في بنغازي اليوم؟ هذا العدد الذي سقط في معركة الكرامة كان ممكن أن يسقط أكثر منه ولو استمرت الاغتيالات ثلاث سنوات أخرى. أنا نحب نأكد لك على الشيء وللسيد تميم وكل من خرج مدينة بنغازي أن حركة النزوح حدثت حتى في ذلك الواحد في ذلك الوقت، وأنا أحد الأشخاص أخذت أولادي وذهبت إلى جمهورية مصر العربية من كثرة الاغتيالات. كان اللي يدخل يصلي الفجر يتم اغتياله في صلاة الجمعة في كل وقت وفي كل سيد مكان. خالد نعم إذا كنت في الاستماع أريد أن أسألك يعني كيف هي الأوضاع الأمنية اليوم في بنغازي؟ هل توقفت الاغتيالات؟ هل صارت الأوضاع أفضل؟ أوضاع الأمنية في بنغازي أوضاع يعني نقول لك فوق الممتازة، أكثر من 99% بشكل ممتاز. حتى ولو هناك حوادث فردية فهذه تحصل في كل مدن العالم. أنا أتمنى أن قناتكم تشرف وتنزل بنغازي ونقدر نوفر لها بكاميراتها تنزل وتصور وتنزل وتشوف وتبدأ تفتح على القنوات وتشوف احتفالات الناس في بأعياد الكرامة. يعني سيد خالد بعد جلوس قائد عملية الكرامة مع السراج مؤخرا ولقاء عقيلة صالح مع السويحلي، هل صارت فرص التقارب بين الطرفين كبيرة برأيك؟ نعم أراها كبيرة. هي كل هذه الفرص تحتاج إلى مزيد من الوقت مزيد من المفاوضات ومزيد من الأطراف الضامنة لهذا الحوار. نعم خالد السكران الناشط السياسي كنت معنا من بنغازي، شكرا جزيلا لك. تختتم اليوم فعاليات مؤتمر كلفة الصراع في ليبيا التداعيات والتأثير الذي تنظمه مؤسسة الشيخ طاهر الزاوي الخيرية بطرابلس. وقال رئيس مؤسسة الشيخ طاهر الزاوي سالم الجمودي إن اليوم الختامي سيتضمن حلقتي نقاش تتحدث الأولى عن الفوضى التشريعية في ليبيا وتعدد الأجسام السياسية وانعكاساته على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد نتيجة استمرار الانقسام السياسي. وأضاف الجمودي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن حلقة النقاش الثانية ستخصص للحديث عن المناطق الأثرية 5 في ليبيا وتقديم الحلول اللازمة للحفاظ على الموروث الثقافي وحماية الآثار والحد من سرقة القطع الأثرية وتهريبها بطرق غير قانونية. معنا الآن عبر الهاتف من طرابلس الباحث في الشأن السياسي وأحد المشاركين في مؤتمر كلفة الصراع جمال عبد العزيز. سيد جمال مساء الخير، حدثنا أكثر عن مشاركتك في المؤتمر والتي ركزت على الفوضى التشريعية في البلاد، ما أبرز ما تسبب في كثرة الأجسام التشريعية بعد الثورة في ليبيا؟ أولا أحييكم وأحيي كل المشاهدين. طبعا اتصفت السلطة التشريعية نتيجة للانقسامات ووجود أكثر من جسم تشريعي إلى وجود تناقضات كبيرة في الصيغة التشريعية، وهذا لا يحتاج إلى أي بحث أو يحتاج إلى أي متخصص، يستطيع حتى المواطن البسيط أن يلاحظ هذا التناقض وأن يلاحظ هذا التضارب بين التشريعات الصادرة بين الأجسام المختلفة. فمثلا على سبيل المثال هناك بعض التشريعات التي تدعو إلى عدم الإفلات من العقاب ومقاضاة الجنات وتشريعات أخرى مضاربة لا تدعو إلى المصالحة الوطنية واللم الشمل. نتيجة لها التضارب بين الأجسام التشريعية وجدت في كثير من التناقضات، وهذا دليل واضح على هشاشة النظام التشريعي في ليبيا. ما الطرح الذي قدمته أنت في مشاركتك للخروج من هذه الأزمة وهذا التضارب كما وصفته؟ صدقيني عزيزتي القصة تحتاج إلى الكثير من الجهد والعلاج. التضارب ليس حتى على المستوى التشريعي فقط بل يمتد إلى المستوى السياسي، تعدد الحكومات تعدد السلطات، هذا كله يؤدي إلى حالة من الفوضى السياسية. الحل في وجهة نظري هو الاتفاق على أن تكون لكل دولة هناك مجلس تشريعي واحد، لكل دولة
هناك حكومة واحدة. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون في دول في دولة واحدة ثلاث حكومات أو حكومتين، ثلاث أجزام تشريعية، مصرفين مركزيين. قصدي هذه مفارقة عجيبة يشهدها العالم السياسي في ليبيا. الباحث في الشأن السياسي وأحد المشاركين في مؤتمر كلفة الصراع جمال عبد العزيز، شكرا جزيلا لك. أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي تبني المجلس لمشروع عودة النازحين والمهجرين داخل وخارج ليبيا ودعمه لعودة نازحي تاورغا إلى ديارهم بعد إبرام اتفاق المصالحة وجبر الضرر مع مصراتة. وقال السويحلي خلال مشاركته في مؤتمر تداعيات وتأثير كلفة الصراع في ليبيا بطرابلس إن الحوار السياسي التوافقي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الراهنة، مطالبا علماء ومشايخ ليبيا بتحمل مسؤولياتهم في الدعوة إلى المصالحة وحقن الدماء. ودعا السويحلي مجلس النواب إلى سرعة التنسيق مع مجلس الدولة لمعالجة المختنقات التي تعرقل تنفيذ الاتفاق السياسي وإجراء التعديلات لتوسيع دائرة التوافق السياسي والوصول لحل يرضي كافة الأطراف وينهي الأزمة الراهنة. وقد اتفق رئيس مؤسسة الشيخ طاهر الزاوية الخيرية سالم الجمودي مع رئيس مكتب منظمة اليونيسف في ليبيا غسان خليل على صيانة عدد من مدارس مناطق تاورغا والكراريم وطمينة. وقال الجمودي إن الاتفاق جاء بعد موافقة الجهات الأمنية في مصراتة والمجلس المحلي تاورغا، مشيرا إلى أن منظمة اليونيسف أبدت استعدادها لصيانة المدارس. وأضاف الجمودي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن اليونيسف ستشرع في حصر وتقييم المدارس المتضررة في تاورغا وتحديد عددها كمرحلة أولية ومن ثم البدء في تنفيذ أعمال صيانتها. أكد نائب رئيس لجنة رعاية موسم الحج صبري الفرجاني أن اعتماد نتائج قرعة الحج سوف يكتمل اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن آخر قرعة أجريت كانت بمدينة الجابية مساء الاثنين. وأشار الفرجاني إلى أن إجراءات اللجنة تميزت بالمرونة لتخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الأوضاع في البلاد، مؤكدا أنه لا يشترط الحضور الشخصي للحجاج لسحب القرعة كما يمكن للحجاج السفر من المطارات الأقرب لهم. وأوضح الفرجاني أن كلفة الحج تناهز 5000 دينار، وذلك بعد خصم نسبة 50% التي أعلن المجلس الرئاسي التكفل بها من تكاليف الحجاج لهذا العام. قيمة الحج لا تتجاوز 5000 دينار بإذن الله بعد ما تم خصم 50%. صرح السيد رئيس المجلس بدعم الحجاج بنصف القيمة، وهذه بشرى سارة نزفها عبر جميع القنوات الليبية لكل الليبيين حتى يتمكنوا من إجراءات الحج وتدبير الصعاب أمامهم سواء كانت المالية أو الأمور الفنية. نواصل هذه النشرة بعد الفاصل، وفيها انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع سنوات النقل ضمن مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في المنطقتين الغربية والجنوبية. ثلاث سنوات على إطلاق عملية الكرامة في بنغازي، سقوط مئات القتلى والجرحى وتهجير آلاف العائلات ودمار البنية التحتية والمعارك مستمرة. المجلس الأعلى للدولة يتبنى مشروع عودة النازحين والمهجرين داخل وخارج ليبيا ويدعم عودة نازحي تاورغا، واليونيسف تتعهد بصيانة عدد من مدارس تاورغا والكراريم وطمينة. لجنة الحج تنهي اعتماد نتائج القرعة اليوم الثلاثاء، وحكومة الوفاق تتكفل بدفع 50% من مصاريف الحج لهذا العام. أهلا بكم من جديد. انطلقت صباح اليوم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع سنوات النقل ضمن مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي الحالي. وقال مدير مكتب الإعلام بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني رمضان الغضوي لقناة ليبيا لكل الأحرار إن الامتحانات انطلقت في أغلب المناطق اليوم، فيما تأجلت ببعض المناطق لغدا الأربعاء ويوم السبت القادم نتيجة عدم استعدادها لإجراء الامتحانات في موعدها المعدل من قبل الوزارة مؤخرا. وأشار الغضوي إلى أن وكيل وزارة التعليم عادل جمعة قام بجولة تفقدية لعدد من مدارس طرابلس اليوم اطلع خلالها على سير عملية الامتحانات في يومها الأول. نظم فوج الكشاف والمرشدات بمدينة الكفرة مهرجان الطفولة بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وذلك بعد الاتفاقية الموقعة بين منظمة اليونيسف والقيادة العامة للكشافة والمرشدات. المزيد في هذا التقرير.
تؤثر الصراعات بشكل كبير على حياة الأطفال ونموهم النفسي والاجتماعي، وتؤدي لحدوث عواقب عاجلة وطويلة الأجل عليهم وعلى أسرهم وعلى المجتمع. ومن أجل ذلك نظم مهرجان الطفولة بمدينة الكفرة في إطار دعم منظمة الأمم المتحدة للأم والطفل اليونيسيف بالتعاون مع فوج الكشاف والمرشدات بالكفرة، والذي استهدف 200 طفل من عدة مناطق في المدينة. وزعناهم على 4 محطات الشباب، كان كل محطة تتميز بثلاث ألعاب مختلفة، كانت الألعاب جماعية والألعاب الفردية، وكانت الألعاب فيها نوع من التسويق. المهرجان تميز بالألعاب الكشفية والشعبية المتنوعة التي استطاعت أن ترسم البسمة على وجوه الأطفال. أنا انبسطت الكشاف ورد قوي الكشاف، بس الحاجة رد الكشاف مع بعضها وتجمع الناس من المدارس والعب كويسة والناس انبسطت. إن شاء الله أتمنى يجي ما يديروا في جميع المناطق الليبية. وبحسب المنظمين فإن المهرجان يهدف إلى إعادة تفعيل دور الحركة الكشفية في تنمية المجتمع وتعزيز الثقة لدى الأطفال وتمكينهم من التفاعل مع أقرانهم والتعرف على مواهبهم وإعادة رسم مخيلة الأطفال التي سيطر عليها العنف وبدأ يتجلى في سلوكهم نتيجة تأثرهم بالأحداث التي شهدتها مدينة الكفرة سابقاً. نطلب من المجلس البلدي والمسؤولين في مدينة الكفرة دعم مثل هذه الأنشطة، الدعم النفسي للأطفال والترويح عنهم، والحمد لله يعني النشاط كان بمستوى جيد. الطريق إلى القلوب الصغيرة عبر مشروع يعمل على نيل وإعادة الثقة لدى الأطفال والتخفيف من آثار صدمة ما بعد الحرب التي أصابت عشرات منهم، جميعها عوامل حفزت المرشدين على الدعم النفسي باليونيسيف على علاجها كأولوية عبر طرق مناسبة لمساعدة الأطفال على التغلب على الجروح النفسية واستعادة حياتهم الطبيعية. النشرة انتهت، وهذا تذكير بعناوينها. 3 سنوات على إطلاق عملية الكرامة في بنغازي، سقوط مئات القتلى والجرحى وتهجير آلاف العائلات ودمار البنية التحتية والمعارك مستمرة. المجلس الأعلى للدولة يتبنى مشروع عودة النازحين والمهجرين داخل وخارج ليبيا ويدعم عودة نازحي تاورغا، واليونيسيف تتعهد بصيانة عدد من مدارس تاورغا والكراريم وطمينة. لجنة الحج تنهي اعتماد نتائج القرعة اليوم الثلاثاء، وحكومة الوفاق تتكفل بدفع 50% من مصاريف الحج لهذا العام. دوما للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تيفي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.